الوصفة الأولى عاملة حاجة اسمها الكب كيك العملاق. الكب كيك العملاق ده نفس شكل الكب كيك بس على شكل تورتاية. بيتعمل ازاي؟ محتاجاله قالب كده بيتباع عند محلات لوازم الحلويات على شكل كب كيكة. هوريكم معايا برضو شكل القالب معايا. القالب ده بيتباع ومتوفر وسعره رخيص مش غالي. شكل الكب كيك بغبس فيه الشوكولاته بتاعتي الكيكه الشوكولاته اللي انا عاملاها، وهنشوف كل المراحل دلوقتي هتتعمل ازاي. مبدئيا كيكه الشوكولاته اللي ظاهره على الشاشه دي، انا الترت او الحاجات اللي بيبقى فيها فكره ببقى محتاجه ان انا اشتغل بكيكه بسيطه ما فيهاش شغل كتير، ما تبقاش اسفنجيه عشان تقدر تحافظ على الشكل ويبقى طعمها غني وشكلها غني. الوصفه اللي قدامكم على الشاشه دي شبه وصفه الكيكه اللي عملناها من 3 حلقات، بس برضو هقولها لكم سريعا. واي حد عنده وصفه كيكه مختلفه عن اللي انا حطاها دي بس تكون كيكه مش اسفنجيه يشتغل عادي جدا. طبعا ستات مصر كلها بيعرفوا يعملوا كيك هايلين، يعني مفيش حد ما بيعرفش يعمل كيكه. نقول مقاديرنا سريعا وهتنزل برضو معاكم على الشاشه اللي عايز يصورها، وهقول لكم بتتعمل ازاي سريعا جدا. مقاديري للكيكه في البدايه بسيطه جدا، مش هفصل بقى صفار على بياض واقعد اضرب ده لوحده وده لوحده ولا وقت، لا بالعكس خالص، سهله قوي. هروح ضربه البيض اللي هم 3 بيضات معايا، معاهم 1.5 كوباية من السكر، هضربهم في المضرب السلك او في الخلاط. لو حسيت بس ان السكر بتاعي خشن شويه ممكن ازود مده الضرب شويه لغايه ما السكر ينعم في البيض. لو السكر ناعم هضرب السكر مع البيض مع اللبن او الزبادي. المقادير اهي نازله لكم، 2 كوباية من الدقيق، 1/4 كوباية كاكاو، ممكن اقللها، يعني هو مجمل الحاجات الجافه يعني الدقيق. لو انا عايزاها فانيليا هتبقى 2.25 كوباية من الدقيق، انا عشان عاملاها دارك شوكليت حاطه مخليها 2.25 دقيق و1/4 كوباية من الكاكاو، 1.5 كوباية سكر، 3 بيضات، فانيليا سايله ودي مهمه جدا بتفرق في الطعم قوي، ومحتاجه 3/4 كوباية زيت، وزي ما قلنا معلقه صغيره من الفانيليا السايله، معلقه صغيره من البيكنج باودر، 1 كوباية لبن او كوبايه عادي او 1 كوباية لبن رايب او 2 كوباية زبادي بتوع السوبر ماركت. هضرب زي ما قلنا الحاجات السايله، انزل كل المكونات الجافه عليها، الخليط بتاعي جهز، ابطن القالب بتاعي ده بماده دهنيه ودقيق معايا، وادخلها تتخبز في فرن متسخن من قبل كده على درجه حراره 180، يكون في نص الفرن، ما افتحش عليها قبل 35 دقيقه. دي اول حاجه. طيب انا لو ما عنديش القالب ده اعمل ايه؟ كلنا عندنا في الاغلب يعني في بيوتنا قوالب الكريم كراميل، فانا ممكن اخبز في قالب الكريم كراميل كيكه وهتديني نفس الشكل. ممكن اخبز كيكه عاديه واقطعها دواير والسطح بتاعها ده انحته يبقى مثلث شويه. برضو على مدار حلقات ان شاء الله نشوف ممكن ننحت الكيك ازاي، بس انا مش عايزه الخبطكم حاجات كتير قوي مع بعض، فعشان كده بقول لكم بدايه ان انا استخدم القالب ده هيديلي شكل حلو قوي، ووصفه ان شاء الله تبقى ناجحه معاكم.